أغرب الأطفال في العالم لن تصدق أنهم موجودون. لابد أن كل شخص مميز بطريقته الخاصة، لكننا نعرف أن الأطفال أكثر تميزاً عن بقية البشر. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم أغرب الأطفال وأكثرهم تميزاً، ليس في نظر أمهاتهم فقط، وإنما في نظر العالم أجمع. فهؤلاء الأطفال مشهورون حول العالم بسبب غرابتهم وتميزهم. نقدم لكم اليوم أغرب أطفال في العالم لن تصدقوا أنهم موجودون. لنبدأ، لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا. الفتاة ذات العيون الفضية. تمتلك هذه الفتاة عيونا فضية تجعل الناس يتجنبونها ويظنون أنها وحش، ولهذا فقد خضعت لعملية لإزالة هذه العيون. سماها والداها كريس وايرن وأوستين باسم بزهرة الربيع، وقد تبنياها من ميتم في الصين سنة 2016 بعد أن أعجب بعينها. غالبا يهرب الأطفال ويصرخون عندما يرونها، وقد فقدت الفتاة بصرها بسبب مرض الزرق الخاص بالأطفال، حيث تعاني من ألم حاد في عينها يجعلها تتعرق بغزارة وتبكي لمدة 16 ساعة في اليوم وترفض أن تأكل. ولكن بعد أن قرر والدها إزالة عينها وخضعت للعملية، تحسنت حالتها واستطاعت المشي بعد يومين من العملية. رغم أن الأطفال يعتبرونها وحشا، إلا أنها فتاة جميلة جدا. وقد أخبر مدير الميتم الزوجان أنها قد تكون عمياء وصماء بسبب مرض الزرق الخلقي الذي لم يتم علاجه، وتعاني كذلك من صعوبات في التعلم وضعف في عضلاتها وعدة مشاكل أخرى، لكنها بعد العملية استطاعت الوقوف بشكل صحيح لأول مرة، وكانت تبتسم وتتطور في عدة أمور أخرى. الفتاة الصغيرة أورورا كايرو. تعتبر هذه الفتاة مصدر إلهام، بعد أن استطاعت التغلب على عجزها والتفوق في الركض والسباحة والتمارين الرياضية. ولدت أورورا كايرو ذات 3 سنوات من تكساس، أو كما تسمى روري، بمرض جيني نادر يعرف بفقر الدم الشظوي، وقد منع هذا المرض قدمها اليمنى من النمو طبيعيا، وهذا أدى لبتر قدمها. ولكن منذ أن تحصلت روري على قدم اصطناعية حتى بدأت في الركض في كل مكان. وقد كتبت والدتها كايلي مور قائلة: إن أورورا حققت الكثير في هذا العام بعد أن انضمت لبرنامج الأطفال الحركي، حيث تقوم بالتمرينات الرياضية والسباحة. وقد أضافت الأم أنها ممتنة جدا وتحمد الله، فهو الذي جعل كل هذا ممكنا. علمت كايلي لأول مرة بمرض ابنتها عندما كانت في شهرها الخامس من الحمل، وقالت أن الردود الدافئة حول قصة أورورا رفعت معنوياتها كثيرا. أوريان ثرادور ويذرو. يمتلك أوريان جلدا وشعرا بهيت اللون وعظاما رقيقة تجعل الحركة صعبة، كما أنه لا يتكلم. فقد ولد هذا الفتى ذو 6 سنوات من تكساس بمرض جيني جديد يسمى كوماند، وهو ما يجعل أوريان أعمى وأصم، ويعاني كذلك من عدة مشاكل تؤثر على تشكل العين وتصبغ العين والجلد والشعر. ولد أوريان من أبوين أصمين جينيا، وهما هيذر وتوماس، وقد تم تحذير الوالدين من أنه قد يولد أصما. يضع أوريان غلسات القوقعة الصناعية الثنائية، ويخضع لعلاج جسدي لتحسين قدرته الحركية المتدهورة بسبب عظامه الرقيقة. لا يستطيع أوريان التفريق بين الليل والنهار، ورغم أن المعلومات حول مرضه قليلة وغير كافية، إلا أن والدته هيذر تأمل أن أوريان سيساعد الناس على الفهم أكثر. أناهيتا هاشيمزادة. نعلم أن الأطفال جميلون ومميزون للغاية، فمجرد النظر إلى ابتسامتهم يجعلنا ننسى همومنا، مثل هذه الفتاة الإيرانية أناهيتا والتي كسبت حب الملايين على الإنترنت. فهي عارضة أزياء ونجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها على الإنستغرام 1,000,000 متابع. وتقوم والدتها بنشر صورها الجميلة دوريا، وتعد أناهيتا واحدة من أجمل الأطفال على الإنترنت. فهي مشهورة بمظهرها الساحر وبغمزاتها اللطيفة وابتسامتها التي تأسر قلوب الجميع. ولدت أناهيتا في 6 جانفي 2016 في 2016 في إيران، وقد أنشأت والدتها حساب إنستغرام باسمها، حيث تنشر صورها ومقاطع فيديو لها.
تعد أناهيتا أيقونة معرضة أزياء لعدة ماركات لملابس الأطفال، وقد بدأت الآن بالذهاب للمدرسة والقيام بجلسات تصوير عديدة. الفتى الفلبيني ذو الركبة المشوهة. يبلغ هذا الفتى 11 عاما من الفلبين، حيث ولد هذا الفتى بتشوه خلقي، حيث أنه يسير بطريقة غريبة جدا، وذلك بسبب تشوه أصاب ركبتيه منذ الولادة. لكن قامت منظمة تايم تيبون فونديشن العالمية بعمل كل ما هو ممكن لمعالجة هذه الحالة، فبعد علاجات مكثفة من قبل طاقم طبي محترف بدأت حالته في التحسن شيئا فشيئا. بعد ذلك قام بالخضوع لعملية جراحية ناجحة غيرت حياة هذا الفتى 180 درجة، حيث عادت أقدامه إلى الشكل الطبيعي وبدأ يتعود على المشي بطريقة طبيعية جدا والعيش حياته كأي طفل عادي في العالم.